أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما دلالات تزويد إيران ميليشياتها في العراق بصواريخ باليستية؟ ما مدى خطورة هذا التحول الاستراتيجي في تعزيز قدرات ميليشياتها في العراق وتصنيع تلك الصواريخ أيضا؟ هل هناك تخوف إيراني فعلي من هجمات أمريكية حقيقية على مصالحها؟ مع احتدام الصراع بين الكتل السياسية في العراق على السلطة في ومحاولة كل طرف الفوز بأعظم غنيمة في ظل أجواء نهب ثروات العراق وتلويح الميليشيات باستخدام كل ما أوتيت من قوة لتحقيق مكاسبها، تظهر هذه الأخبار عن تزويد إيران ميليشياتها بالصواريخ الباليستية وتطفو على السطح الصراع الأمريكي الإيراني أيضا، لتجعل من العراق بحسب ما يرى مراقبون ساحة لتصفية الحسابات. يرى محللون عسكريون أيضا أن العراق تحول إلى قاعدة صواريخ متقدمة لإيران، ما يعكس رغبتها في تحويل العراق إلى ساحة للمواجهة لضرب كل من يحاول ضرب مصالحها، وهي نقطة تحول خطيرة جديدة تظهر المدى الذي وصل إليه الطموح الإيراني بإحداث زعزعة أمن الشرق الأوسط والمنطقة، ما يثير علامات استفهام حول السكوت الدولي على التهديدات الإيرانية لدول المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، للحوار بشأن هذا الموضوع، موضوع تجهيز إيران ميليشياتها في العراق بالصواريخ الباليستية، أرحب بضيفي في الاستوديو العقيد الركن الأستاذ حاتم الفلاحي، باحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك سيادة العقيد. مرحبا، أهلا وسهلا. عبر سكايب أرحب بضيفي من عمان السيد عبد القادر النايل، الباحث السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. وأيضا عبر الهاتف أرحب بضيفي السيد محمد المدحشي المتخصص في الشأن الإيراني. أستاذ محمد مرحبا بك. تحياتي لحضرتك والضيفين الكريمين وأيضا أستاذ المشاهدين. حياك الله أستاذ محمد. إذن مشاهدين الكرام، نشاهد معا هذا التقرير. مع احتدام الصراع بين الكتل السياسية على السلطة في العراق ومحاولة كل طرف الفوز بأكبر الغنائم في ظل أجواء نهب ثروات العراق وتلويح الميليشيات باستخدام قوتها لتحقيق ما تصبو إليه من مكاسب، تطفو على السطح أيضا الصراعات الإيرانية الأمريكية لتجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات. فها هي إيران تعزز قدرات ميليشياتها في العراق عبر تزويدها بصواريخ باليستية لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة. وكالة رويترز نقلت عن مصادر إيرانية وأخرى عراقية وغربية بقيام إيران نقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى ميليشيات تقاتل بالوكالة في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك لحماية مصالحها وما يمكنها من ضرب خصومها في المنطقة. وأضافت المصادر أن إيران بدأت تساعد ميليشياتها في العراق على تصنيع تلك الصواريخ، فإيران تعمل على دعم عشرات الميليشيات الطائفية من سوريا والعراق واليمن بغية خلق توترات ونزاعات كبيرة في الشرق الأوسط. النظام الإيراني يعمل على تحويل العراق إلى ساحة نزاع مستمر، وتزويد الميليشيات بالصواريخ الباليستية يجعل بغداد هدفاً لهجمات صاروخية دولية في المستقبل رداً على صواريخ ميليشيات إيران. مراقبون أكدوا أن إيران تحول العراق إلى قاعدة صواريخ أمامية من خلال تزويد الميليشيات في العراق بالعديد من الصواريخ الباليستية، ما يعكس رغبة طهران في تحويل العراق إلى يمن جديد في خطوة خطرة تكشف ما يضمره النظام الإيراني للعراق والمنطقة. إذن أبدأ معك سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. سيادة العقيد الركن، يعني كيف تقرأ استراتيجية تزويد إيران ميليشياتها في العراق بصواريخ باليستية؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. نعم، بداية دعني أقول بأنه إيران نجحت في الفترة الماضية خاصة في العراق بأن تكون شبكة من الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة التي تأتمر بإمرة إيران.
هذه الميليشيات تم تسليحها وتجهيزها وتمويلها على مرأى ومسمع من القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في العراق. قسم من هذه الميليشيات كانت هي أصلاً قبل عام 2003، والقسم الآخر تم تشكيله قبل عام 2014 من قبل إيران، والقسم الآخر تم تشكيله بعد دخول تنظيم الدولة والسيطرة على عدد من المدن العراقية. فيما يخص الساحة اللبنانية، فأنا أعتقد بأن إيران جهزت وسلحت ومولت حزب الله في لبنان بشكل كبير جدا، وهناك تصريح لنصر الله يقول بأنه التمويل والتسليح هو جميعه من إيران. الآن نرى بأن الحوثي يستخدم الطائرات المسيرة ويستخدم الصواريخ الباليستية لضرب مدن في السعودية وفي مناطق أخرى. إذن نحن نتكلم عن تمدد إيراني في المنطقة، هذا التمدد شمل كل من العراق وسوريا التي يقاتل فيها أعداد كبيرة جدا من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى لبنان، إضافة إلى العراق. لو جينا إلى التصريحات الإيرانية نرى بأن مثلا تصريح لعلي رضا زنقاني المقرب من المرشد الإيراني يقول بأنه انضمت الآن العاصمة الرابعة، أصبحت أربع عواصم عربية الآن تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية الإيرانية، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن لإيران مشروع في المنطقة. هذا المشروع التوسعي يشمل عدد من دول المنطقة بما فيها العراق وبما فيها سوريا ولبنان واليمن والبحرين وأجزاء من السعودية، إضافة إلى 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 بلدان أخرى لم تعلن عنها لحد هذه اللحظة ولكن تم اكتشاف فيها خلايا نائمة. هناك تصريح آخر لمسجد السفير الإيراني الآن الموجود في العراق يقول بأن خط الدفاع الأول عن إيران سيكون في 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 لبنان وسيكون في في حلب وسيكون في الموصل، وهذه دلالة واضحة على أنه إيران ترى بأن هذه الدول أصبحت تنفذ أو أصبحت جزء من الخطة الأمريكية الدفاعية. وبالتالي عندما تتكلم إيران بهذا الأسلوب فهذا يعني بأن إيران أدخلت هذه الميليشيات الموالية لها ضمن الخطة الدفاعية الإيرانية إذا ما تم استخدامها في الفترة المقبلة. لذلك عملية تزويد إيران لهذه الميليشيات بهذه الصواريخ هو جزء من الخطة الإيرانية التي تعمل عليها إيران لغرض السيطرة على هذه المنطقة. إيران ترى بأنه الآن أصبحت دولة إقليمية من خلال سيطرتها على أربع عواصم عربية وتكوين ميليشيات موالية لها تسيطر على القرار الأمني وتسيطر على القرار السياسي في هذا البلد، وبالتالي يمكن لإيران أن تستخدم هذه المناطق كقاعدة لها سواء كانت لاستخدام الصواريخ أو لاستخدام أي شيء آخر. إيران في الفترة السابقة دفعت بأعداد من الصواريخ استعرضت بها قوات الحشد الشعبي في منطقة النخيب التي تكون على الحدود العربية السعودية ما بين العراق والسعودية. إذن نحن نتكلم عن مشروع إيراني، هناك تصريحات لقادة الميليشيات بأنها تريد أن تضرب في السعودية وتضرب في مناطق أخرى، وهناك تصريحات للذهاب بالقتال في اليمن وأيضا في مناطق أخرى. إذن نحن نتكلم حقيقة عن مشروع إيراني لا تكتمه إيران وتصرح به نهارا جهارا، إضافة إلى أنه قادة الميليشيات في العراق الكثير منهم رفضوا الالتزام بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران خلال هذه الفترة وقالوا بأننا لن نلتزم بما التزمت به حكومة بغداد. إذن بالتالي نحن نتكلم عن ميليشيات مولت ودربت وجهزت من قبل إيران، وبالتالي عملية التسليح هو جزء من الخطة الإيرانية للسيطرة على مقدرات هذه البلدان والتحكم بها واستخدامها كخط دفاعي أول عن إيران إذا ما تم تهديد مصالحها أو كانت هناك مواجهة في المستقبل القريب. أستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي، ورحب بك ضيفي عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، كيف تقرأ المستجدات الحالية تزويد إيران ميليشياتها في العراق بصواريخ باليستية؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الفضائية وبضيوفك الأعزاء. من المعلوم تماما أن إيران حقيقة عندما كونت كما أشار ضيفكم الكريم ميليشياتها ودربتها على مراحل متعددة هي تريد من خلال هذه القضية تصدير ثورتها، وبالتالي إيران تبحث عن الثورة التي من خلالها تحافظ على الدولة الإيرانية الموجودة ضمن حدودها الحالية. على هذا الأساس فهم ينقلون المعركة خارج حدودهم، وبالتالي يريدون أن تكون هناك مستنقعات في العراق في اليمن في سوريا، إلهاء العالم والعالم العربي بهكذا قضايا حتى ينشغلوا عن رأس الأفعى الحقيقية وهو النظام الإيراني ورأس الإرهاب في المنطقة، وهو الذي ثبت للعالم جميعا هو صاحب الطائفية والقتل، وهو الذي يمول جميع عمليات القتل والإرهاب في العالم ولا سيما في منطقتنا العربية التي تغاضت أمريكا عنها، ولولا أمريكا لما كان هناك حقيقة تدخلا إيرانيا واسعا
في العراق ومن ثم في المنطقة، لأنه إيران تعتبر العراق أو النظام الإيراني يعتبر العراق هو الخط الدفاع الأول والأساسي لها، وبالتالي أيضا لثورتها، لأنه كما معلوم أنه سبب نجاة إيران من العقوبات الاقتصادية والدخول بملف التفاوض النووي وبسبب ملف العراق حينما تفاوض أوباما معهم، وبالتالي لولا المال العراقي في زمن ولاية المالك الأولى والثانية الذي أغدق على المشاريع الإيرانية في المنطقة لما كانت هناك أي عملية توسعية لإيران بطريقة واضحة. يأتي عملية نقل أو الإعلان عن نقل الصواريخ، لأن الصواريخ موجودة بالأصل، وبالتالي عملية نقلها إلى اليمن وإلى العراق حقيقة كما قال المجرم قيس الخزعلي أننا سيكون لدينا العدو الثاني الأساسي هي السعودية، وبالتالي هذا تهديد واضح تماما. وعلى هذا الأساس عندما يصرحون أنهم سيستهدفون المصالح الإيرانية هي رسالة مشفرة من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة حول تأمين قواعدهم الموجودة في العراق من أجل كسب عملية الجلوس على طاولة واحدة، وهذا يقتضي حقيقة عملية نقل صواريخ والإعلان عنها، وإلا فإن عملية تفكيك الصواريخ ونقلها إلى جرف الصخر وإلى الزعفرانية تلك المنطقتان التي تخضعان لميليشيات الحشد وخصوصا الميليشيات الموالية لإيران بطريقة واضحة، يجري عملية تجميع هذه الصواريخ ويجري عملية تركيبها، وهناك عناصر من حزب الله اللبناني يدربون على كيفية الإطلاق وعلى كيفية تفكيكها ونقلها إلى مناطق أخرى ثم يجري عملية تجميعها، وبالتالي هم يريدون إيصال عدد من هذه الصواريخ إلى الحدود العراقية السورية تحديدا منطقة القائم من أجل الابتزاز ومن أجل أن يقول أن لدينا صواريخ ستصل إلى تل أبيب، وبالتالي هم يجعلون العراق بسبب الأطراف السياسية الحالية وبسبب الميليشيات ساحة لتصفية الحسابات ما بين إيران وما بين خصومها التقليديين الذين بدأوا الآن يشعرون أن مشروع إيران قد أدى الغرض وهو إفراغ سنة سوريا وسنة العراق وإشغال المنطقة بحروب طائفية من أجل تثبيت إسرائيل، وبالتالي إيران حقيقة عمدت على هذه القضية ظنا منها أن هؤلاء حقيقة سيمنحونها قيادة المنطقة، لكن بالتالي معلوم تماما أن هؤلاء استخدموها لأجل إثارة النعرات الطائفية والقتال وتدمير هذه البلدان من أجل أن تبقى إسرائيل أو وعدم وجود هناك كتلة بشرية يمكن أن يعول عليها بالمستقبل القريب إذا ما كانت هناك توسع لإسرائيل لاستهدافها. فعندما نجحت إيران في إفراغ المنطقة الآن جاء دور تقليم أظافرها، وبالتالي إسرائيل وأمريكا لا تريد أن ينازعها أحد في سوريا والعراق لأنها بلدان اقتصادية ولأنها معقل حقيقي يريدونه لهم، لذلك حقيقة تجد أن العملية تفوق حتى نقل الصواريخ، كما أشرت لك أن منطقة جرف الصخر والزعفرانية هي القواعد الرئيسية لهذه الصواريخ البالستية، ولذلك ترى اليوم تصريحات الإسرائيلية عبر وزير الدفاع وغيره يصرحون علنا أنهم سيستهدفون حقيقة أهداف داخل العراق كما استهدفوا أهداف داخل سوريا، وهذه سابقة خطيرة في استهداف العراق، ولولا التواجد الإيراني وهذه الميليشيات لما كان هناك هذا الاستهداف، لذلك تراهم هم حقيقة يعملون بطريقة سريعة. فاليوم لدينا معسكر قرب نهر الفرات في صحراء النجف للمرتزقة العرب الذين حقيقة يؤمنون بولاية الفقيه الإيراني يدربون هناك، هناك إماراتيون وهناك سعوديون. أستاذ عبد القادر، نعم لو تفضلت ابقى معي أستاذ عبد القادر. أستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني أرحب بك مرة أخرى، يعني هذه الصواريخ إلى أي مدى تعتقد والتي قامت إيران بنقلها إلى العراق ونفتها وزارة الخارجية العراقية وأيضا الإيرانية نفت ذلك، نفت ما جاء بتقرير رويترز، إلى أي مدى ترى أن هذه الصواريخ هي فعلا تأتي في إطار صراع حقيقي بين إيران والولايات المتحدة على ساحة العراق؟ لو سمحت أنا أتطرق إلى الموضوع بعيدا عن التهويل الإعلامي شبه الداعم لإيران وأنها سيطرت على 4 عواصم، وطبعا هذا كلام قديم وليس جديد، ونتحدث عن المعطيات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية، وأنه إيران أصبحت في مأزق صعب للغاية داخليا وخارجيا.
وإيران داخليا مهددة إلى خطر التفكك وانهيار النظام من الداخل أصلا. وللأسف لا يزال نشهد أن البعض لا يزال بسبب تعلقاته السياسية أو الفكرية أو تقاطعاته مع هذا النظام في طهران يريد أن يقول بأن إيران والله هي المسيطرة على الإقليم وهي تحكم وهي ما تريد أن تفعل. أما بالنسبة لهذه الصواريخ، هذه الصواريخ هي ليست ظاهرة حديثة لنشرتها رويترز، بل هي حصلت منذ فترة، وإيران نقلت بعض الصواريخ إلى منطقة النخيب في محافظة الأنبار عام 2016 لتهديد السعودية وأيضا تهديد إسرائيل لانتزاع بعض الامتيازات المعينة، وتم ذلك تحت أنظر وأعين الأمريكان، الأمريكان الذين يدعمون إيران. والآن تحت الإدارة الجديدة هناك توجهان في الإدارة الجديدة، توجه بتاع ماتيس وزير الدفاع الداعم لإيران والميليشيات، وتوجه لترامب الذي يريد القضاء على هذه الميليشيات، وبالحرف الواحد الظاهرة السلاح بيد الجماعات المحسوبة على الإسلام السياسي شيعة وسنة. وطبعا هناك صراع في البيت الداخلي الأمريكي للإطاحة بماتيس، وترامب لا يرقب بماتيس، ويعني هذا موضوع آخر يمكن أن نناقشه. الآن التوقيت، السؤال لمن يريد أن يحلل لماذا رويترز اختارت هذا التوقيت وأعادت ملف قديم إلى السطح من جديد، وهو ليس ملف جديد، أعادته إلى السطح. إذا لاحظنا التصريحات الإسرائيلية اليوم الذي قال أفيغدور ليبرمان أننا سنستهدف المواقع المحسوبة على إيران في العراق، هاي لأول مرة نسمعها من مسؤول إسرائيلي، وكرر ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اليوم بأننا سنستهدف أي خطر في العراق الذي سيهدد الأمن الإسرائيلي. هذان التصريحان يكفيان لمن يريد أن يحلل لماذا وكالة رويترز نشرت هذا الخبر. هناك تصعيد مقبل عسكري وليس سياسي في الساحة العراقية من قبل من متحالف مع الولايات المتحدة، إسرائيل وغير إسرائيل، على قرار أو على غرار ما نشهده في الساحة السورية. إيران أصبحت أضعف ما يكون في الساحة السورية، والآن الجميع دون استثناء يطالب بإخراج إيران من الساحة السورية، وفعلا حصل ذلك على الأرض الواقع، وضعفت إيران بشكل كبير في الساحة السورية. أنا أتحدث عن التواجد الإيراني ولا أتحدث عن النظام السوري، موضوع النظام السوري شيء آخر، الموضوع أن نتحدث عن الدور الإيراني أو ذراع إيران الإرهابي في لبنان المسمى بحزب الله، هو تحت يعني ضغط هائل اقتصاديا عقوبات الأمريكية، وهناك تهديد أمريكي لضرب حزب الله مباشرة، القوات الأمريكية تضرب، وهددت فعلا الولايات المتحدة إن لم تلتزم أوروبا وتوقف دعمها لحزب الله وتبييض الأموال التي يجنيها من خلال التجار بالمخدرات في العالم، ويتم تبييض تلك الأموال في بنوك أوروبية ألمانية وبريطانية تحديدا، الولايات المتحدة ستذهب بضرب هذه الجماعة، وهناك مفاوضات جارية بين القوى الغربية. إن جمعنا، أنا أحاول أن ألخص هذا المشهد، نرى أن التصعيد ضد إيران بعدما حصل شبه سيطرة وتوافق شبه كامل ما بين موسكو وواشنطن في تقسيم حوزات النفوذ في سوريا، الآن هذا الصراع ينتقل إلى الساحة العراقية لضرب إيران بشكل عنيف، وليس من خلال ولا سياسي هنا وهناك وتعيين رئيس وزراء يعارض إيران. الموضوع تجاوز هذه الاعتبارات، ونحن مقبلون على حرب في الساحة العراقية إن قاومت الميليشيات الإرهابية التي تحمل السلاح، كما تم نزع السلاح من يد الميليشيات المسلحة والجماعات المسلحة المحسوبة على السنة بين القوسين. طبعا أنا بس أريد أن أميز ولا أريد أستخدم هذه التوصيفات الطائفية. الآن سيتم نزع السلاح من يد الميليشيات المسلحة المحسوبة على إيران وجماعة إيران، أي المسمات بالشيعية لا علاقة لها بالشيعة ولا السنة طبعا. فهذا هو العنوان العريض لما نشهده في الساحة العراقية، نزع سلاح هذه الميليشيات، وسيتم بعنف وستجرى عملية جراحية عنيفة في العراق. أستاذ حاتم، يعني هل نحن مقبلون فعلا على حرب على الساحة العراقية؟ إسرائيل يعني منذ
يعني قبل 4 سنوات أو قبل عدة سنوات لم تقم بتهديد إيران مباشرة، الآن إسرائيل تصعد من لهجتها تجاه إيران بضرب مصالحها وتحديدا في جبهاتها الموجودة فيها وفي العراق تحديدا. يعني هذا التصعيد ضد إيران طفى على السطح الآن، لماذا من وجهة نظرك؟ نعم، بداية دعني أقول لماذا لم تشكل الحكومة في لبنان. لم تشكل الحكومة في لبنان لأن حزب الله يريد أن يشكل حكومة على ما يريد، بما يتفق مع مصالح حزب الله وما تتفق مع مصالح إيران. من يسيطر الآن على الساحة اليمنية؟ الحوثي الآن يتصدر المشهد، والتقرير الأمم الآن يسمى عبد الملك الحوثي بقائد الثورة. في العراق الآن المرشح لرئاسة الوزراء هو أحد قادة ميليشيات الحشد الشعبي. في سوريا الآن الميليشيات العراقية تتواجد، ميليشيات حزب الله تتواجد، وميليشيات أفغانية تتواجد على أرض الواقع، إضافة إلى الحرس الثوري الإيراني. عندما يتكلم المسؤول الإيراني ويصرح بأن هناك 4 عواصم عربية أصبحت تحت السيطرة الإيرانية، هذا كلام ليس إعلامي، هذا كلام له دلالاته على الأرض. السؤال الآن هو لماذا لم يتم ضرب التواجد الإيراني قبل 4 سنوات في سوريا؟ لماذا الآن تم استهداف التواجد الإيراني في سوريا؟ السؤال الثاني، لماذا لم يتم ضرب التواجد الحزب الله في سوريا؟ ليس حزب الله هو أحد الميليشيات التي شكلتها إيران وتأتمر بأوامر إيران؟ لماذا الآن لا يتم ضرب هذه الميليشيات؟ لماذا يتم ضرب القاعدة في اليمن ولا يتم ضرب الحوثي الذي هو تم تزويده بالصواريخ البالستية وتزويده بطائرات المسيرة وما إلى ذلك؟ أنا أقول بأنه في الفترة السابقة كان هناك تخادم إيراني أمريكي في احتلال أفغانستان، في احتلال العراق. أمريكا هي من سمحت للتمدد الإيراني في هذه العواصم 4، وسمحت لهم بإدخال السلاح وما إلى ذلك طوال الفترة الماضية على مرأى ومسمع من الطائرات الأمريكية التي تجوب السماء، سواء كانت في العراق أو في دول الخليج أو في حتى بالنسبة لإسرائيل. اليوم هناك تقاطع في المصالح، يعني حتى أمريكا الآن لا تريد تغيير النظام في إيران، تريد تغيير سلوك النظام، وهذا ما صرحت به الخارجية الأمريكية. نحن نريد أن نغير سلوك النظام الإيراني ولا نريد لتغيير هذا النظام، فبدأت بالضغوط الاقتصادية. أما مسألة الميليشيات والصواريخ، هذه الصواريخ أكيد عندما تدفع إيران بهذه الصواريخ سواء للعراق أو سواء إلى سوريا أو سواء إلى مناطق أخرى، تكون لديها القدرة على المناورة والقدرة على استخدام مثل هذه الصواريخ إلى أبعد ما يكون. يعني عندما تدفع هذه الصواريخ إلى مدينة النخيب، بمعنى أصبحت الآن الرياض تحت مرمى هذه الصواريخ، إسرائيل أيضا. الضربة التي قامت بها إيران في عام 2016 أو 2017 إلى منطقة دير الزور بالتزامن مع الضربة الروسية لتلك المنطقة على وجود تنظيم الدولة، هي رسالة واضحة بأن إيران قادرة على أن تضرب في العمق السوري، وقادرة على أن تضرب أيضا إسرائيل، وقادرة على أن تضرب عواصم عربية أخرى في دول الخليج. أمريكا تريد للوجود الإيراني في المنطقة، لأنها تبتز من خلال هذا الوجود الإيراني دول الخليج العربي بشكل عام، تبتزهم بشكل كبير جدا. إذا نحن نقول هناك تخادم في الفترة السابقة وهناك تقاطع مصالح الآن أصبح مع أمريكا. أمريكا تريد أن تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات لكتابة اتفاق نووي جديد يخدم المصالح الأمريكية أولا في المنطقة ويخدم مصالح إسرائيل. لذلك هم يريدون الضغط على إيران بكل ما أوتي من القوة، سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق أو سواء كانت حتى في اليمن. نحن نتكلم عن حقيقة عن منطقة صراع مشتعلة بشكل كبير جدا. هناك تواجد إيراني في هذه المنطقة، وهناك تحكم بأوراق لغرض تستخدمها إيران لغرض المفاوضات ولغرض الجلوس عندما تجلس على طاولة المفاوضات. حتى في إيران الآن هناك اختلاف كبير جدا ما بين السلطة في إيران. هناك من يدعو إلى التفاوض والجلوس مع الأمريكان للاتفاق، وهناك من يدعو إلى عدم الجلوس معهم والاستمرار بالسياسة الموجودة حاليا. أنا أعتقد بأنه هذه الصواريخ إذا ما تم توزيعها في هذه المناطق، علما بأن هناك تسريبات عن وجود مصانع الآن سواء كانت في العراق أو سواء كانت في لبنان أو سواء كانت حتى في اليمن، هذه الصواريخ تعطي إيران إمكانية المناورة وإمكانية استخدام هذه الصواريخ إذا ما كانت هناك مواجهة محتملة في الفترة المقبلة. ولكنني شخصيا أعتقد بأنه أمريكا بعد أن دخلت في حرب في أفغانستان ودخلت في حرب في العراق، لن تجرؤ على أن تدخل في مواجهة مباشرة الآن
مع أي دولة كانت وخاصة مع إيران، لأن هناك صعود صيني في المنطقة بشكل كبير جدا. قد تتحول أمريكا في العقد المقبل إلى القوى الثالثة اقتصاديا بعد الصين وبعد الهند، لذلك أمريكا لا تريد أن تخوض هذه الحروب التي قد تفقد من قوتها في المنطقة، لذلك تريد أن تضغط اقتصاديا وتحرك الداخل الإيراني للضغط على الحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة مفاوضات. إذن اسمحوا لي ضيوفي الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نكمل الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على ما وراء الصواريخ الباليستية الإيرانية في العراق. وبالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي. أستاذ عبد القادر، يعني أين القائد العام للقوات المسلحة في العراق من كل ما يجري فيه؟ هل يجوز أن يكون هناك تجهيز لدولة العراق من قبل دولة أخرى دون علمه؟ أولا معلوم تماما أن العملية السياسية مسيطرة عليها من إيران منذ عام 2003، وبالتالي سربت بل أصبح علنا وواضحا الاتفاق الذي أجري في سويسرا في عام 2003 على شكل نظام في العراق بعد الاحتلال، وبالتالي إيران حقيقة هي من ملأت الفراغ بسبب أن أمريكا وضعت عناصر إيران وأحزاب إيران ومن دربتهم إيران طوال عشرات السنوات هم حقيقة في قيادة الدولة. معلوم تماما أنه من شكل القوات الحكومية الأمنية بعد حل الجيش في قرار بول بريمر، أيضا أصدر بول بريمر في سلطة الاحتلال بيان 91 أو قرار 91 لإسناد تشكيل القوات الأمنية والعسكرية إلى 7 ميليشيات كلها تدربت في إيران وقادتها في إيران، منهم هذا العامر الآن الذي هو يرشح نفسه لرئاسة الوزراء. إذا نتكلم نحن عن سيطرة فعلية على مفاصل الدولة، فضلا على أنه هناك من يعمل بالخفاء من المستشارين الإيرانيين، وبالتالي عملية تطوير هذه الميليشيات لتكون هي في إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة هو من صنعها ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي هو أيضا حزبه الذي ينتمي إليه هو كان مقربا من إيران، فبالتالي نتكلم عن 15 عاما كانت كلهم يعملون لصالح النظام الإيراني، وبالتالي لا قيمة لوجود قائد عام للقوات المسلحة وليس لديه أي قرار. وبالتالي رأيتم كيف كانت المناوشات ما بين أبو مهدي المهندس المسؤول الأول عن ميليشيات الحشد وما بين قرارات حيدر العباد القائد العام للقوات المسلحة كما يسمي نفسه على الميليشيات الحشد، وكيف كانت تضارب الكتب الرسمية فيما بينهم والأوامر لتلك الميليشيات، وبالتالي أصبحت قرارات المهندس الذي هو يقول عن نفسه أنني جندي من جنود قاسم سليماني هي التي تقرر وهي التي يعمل فيها داخل توزيعات ميليشيات الحشد، وبالتالي حقيقة ليس لديه القدرة على معرفة مفاصل التواجد الإيراني والمعسكرات، وإلا أيضا بماذا يفسر أن تتواجد معسكرات العرب والأجانب في صحراء كربلاء والنجف، ولماذا التحالف الدولي إلى هذه اللحظة لا يقتحم جرف الصخر؟ هو قال نحن اقتحمنا الموصل ونعلم أن هناك مدنيين، وقد اعترف بما يقارب أكثر من 1600 مدني هو قتلهم باعترافه الرسمي، طبعا الإحصائية تشير إلى أكبر من ذلك، لكن هو يقول اقتحمنا الموصل من أجل أن تعود إلى سيطرة الحكومة أو في بغداد. لماذا لا يقتحم جرف الصخر لتعود إلى سيطرة الحكومة في بغداد؟ إذن هذا التناقض الكبير الموجود ما بين المصالح الأمريكية والإيرانية هي أصبحت واضحة، لأنه لا يمكن أن نسلم أن هناك معركة
آنية ستكون على أرض العراق دون أن تكون هناك أدوات حقيقية. إلى هذه اللحظة الولايات المتحدة لم تعمل على أن يكون هناك حقيقة عمل حقيقي من خلال الانفتاح على الشعب العراقي على قواه الحقيقية الرافضة للتواجد الإيراني. فكيف يمكن أنهم أو نؤمن أنهم سيضربون التواجد الإيراني وبالتالي لا يوجد هناك أدوات حقيقية لملء الفراغ عندما يتم حقيقة إنهاء الدور الإيراني أو تقليب أظافر إيران حتى في العراق؟ لا زالت الولايات المتحدة ترعى عملية سياسية يشوبها الكثير لا سيما هذه الانتخابات الماضية تزويرا مقاطعة من قبل الشعب. وقد رأى العالم كله كيف ارتفع صوت العراقي من جنوبه إلى غربه إلى شماله ضد التواجد الإيراني، وها هي البصرة تقف موقفا واضحا من التواجد الإيراني وتشكو التواجد الإيراني. وإلا كيف يسمى نفسه القائد العام للقوات المسلحة والأنهر المشتركة ما بين العراق وإيران تغلق لصالح إيران وهو لا يحرك حتى دعوة ضمن مجلس الأمن الدولي على هذه المياه التي تعاني منها البصرة؟ نعم، ابقى معي استاذ عبد القادر. استاذ محمد المدحجي المتخصص في الشأن الايراني، طبعا مراقبون يرون ان بامكان الولايات المتحده ان تزلزل الارض تحت النظام الايراني من خلال قضيه الاحواز، من خلال الداخل الايراني، من خلال فرض العقوبات الاقتصاديه، من خلال زعزعه الداخل الايراني. ولكن امريكا لا تريد ان تسقط النظام الايراني مثلما تحدث العقيد ركن حاتم الفلاحي، وانما تريد من النظام الايراني ان يغير سلوكه. يعني من وجهه نظرك، يعني ذكرت اننا مقبلون على حرب على الساحه العراقيه، يعني البعض يرى بان امريكا تستخدم ايران لابتزاز دول المنطقه من اجل سحب الاموال. هل هذه الحرب ممكنة الحصول فعلا وأن تتخلى أمريكا عن مكاسبها في حال اندلاع هذه الحرب؟ يعني ابتزاز إيران، محاولة ابتزاز دول المنطقة من خلال إيران، والله ملينا من هذا الوصف، وهذا الوصف أصبح من الماضي منذ 20 عاما. يعني إذا قبلنا أنه الدول العربية والشعب العربي أطفالا كانوا قبل 30 عاما، اليوم أصبحوا رجال كبار أو نساء كبار وبدأوا يعرفون هذه اللعبة ويضعون لها حدا. فيعني أنا أرجو أن نحترم العقل المستمع وفهم المستمع أنه كل سياسة لها عمر محدد وتنتهي. هذه السياسة انتهت منذ فترة، والآن المنطقة مقبلة على اعتبارات جديدة. وإذا كان كذلك، لماذا فعلوا في سوريا؟ لماذا طردوا إيران من سوريا؟ الولايات المتحدة تربطها علاقة وثيقة بإيران من خلال اتفاق النووي. كان لماذا ترامب يلغي هذا الاتفاق؟ يعني كان غطاء جيدا للتعامل مع النظام الإيراني. فنحن يعني إذا نريد أن نحترم عقل المشاهد يجب أن نفسر لماذا الولايات المتحدة تلغي الاتفاق النووي وتنسحب منه؟ ما هي المشكلة في الاتفاق النووي؟ فإذا هناك مشكلة. الآن نبسط ونطرح هذه المشكلة. منذ تأسيس إيران في عام 1934 حتى يومنا، حتى العام الماضي، انهارت العملة الإيرانية بنسبة 36,000 ريال إيراني مقابل كل دولار أمريكي. من الصيف الماضي حتى الصيف الحاضر وصل سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية الرسمي إلى 100,000 ريال إيراني، أي 3 أضعاف. يعني الانهيارات التي شهدتها العملة الإيرانية خلال عام واحد هي 3 أضعاف كل التاريخ الإيراني اللي شهد فيه شيء اسمه الريال. فإذا من يريد أن يفسر ومن يريد أن يعرف ماذا يحصل بعيدا عن التهويل وعن التحليل غير الدقيق. محمد، إذا سمحت لي، يعني لماذا إذا كانت أمريكا تريد أن يعني إن حدث تقاطع معين ما بينها وبين إيران، لماذا لا تستغل الداخل الإيراني؟ يعني ماذا نصف الاستغلال للداخل الإيراني؟ يعني أن تستثمر المعارضة، أن تستثمر كل الثورات الشعبية التي تحصل داخل إيران، أن تستثمر ما يعني فرضته على إيران من عقوبات اقتصادية من أجل تحقيق أهداف لها بدلا من أن تخوض حربا مباشرة. صديقي، لا أحد يخوض حربا مباشرة ضد إيران، ولا أحد يخوض حربا مباشرة ضد أي دولة أخرى وليس فقط إيران. الحرب المباشرة أصبحت من الماضي.
اليوم نتحدث عن شكل آخر من الحروب، والسياسة لا تدار بالأمنيات. يعني أنا اليوم معارض لإيران وأريد أن يسقط النظام الإيراني، السياسة الدولية لا تمشي وفق أمنيات، بل السياسة الدولية لها قواعدها. الآن النظام الإيراني على حافة انهيار داخليا، هل يوجد أفضل من هذا السلاح أن الولايات المتحدة تتلاعب بقيمة العملة الإيرانية وتفكك الاقتصاد الإيراني سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني دون أي يعني كلفة أكثر من ذلك؟ وسنشهد، يعني هذا ما يتوقعه الخبراء الإيرانيون بالداخل. المصيبة بالنسبة للاقتصاد الإيراني ستبدأ بمطلع عام 2019 وشهر أبريل نيسان القادم بعد العطلة السنوية رأس السنة الإيرانية في 20 مارس. من بعد ذلك البلاد سيشهد انهيار كامل اقتصاديا إن لم تتفق إيران. والولايات المتحدة الآن تختار التوقيتات وتؤدى فرض العقوبات، إعادة فرض العقوبات على إيران. اختاروه القطع النفط عن تصدير النفط الإيراني، اختاروه يوم خلال السفارة الأمريكية يوم 4 نوفمبر، والإعلان عن لجنة خاصة في وزارة الخارجية للتعامل مع النظام الإيراني، أيضا تم إعلانها في ذكرى السنوية للانقلاب الذي أطاحوا به بمصدق الأمريكان في عام 1956. فالموضوع يعني أنا للأسف نحن لما نريد نحلل لا نحلل الأمور بوقت، نحلل من وجهة نظر أمنياتنا. ونضخ اليأس ويعني بانه والله ايران مسيطره على المشهد، يعني انتصارات اليوم حققها الشعب العراقي ضد ايران للانتفاضه مع كل السيطره على العراق وكل اراد تفكيك العراق، هذا لا يعني هذا نحن لا نراه. طيب. نراه ما انه والله هناك ميليشيات تلعب فقط هذا الجانب. نعم، اسمح لي انتقل استاذ حاتم الفلاحي، كيف تعلق على ما قاله استاذ محمد المدحجي؟ نعم، بدايه اود اشير الى عدد من الامور. يعني اولا عندما نتكلم الآن على أنه الوضع في العراق الآن ليس كما يصوره الآخرين، أولا أهل مكة أدرى بشعابها، أفضل من يقيم الوضع العراقي نحن المتواجدين من أهل العراق ونعرف ماذا يجري في العراق وما هي السطوة الإيرانية وكيف تتعامل الآن. هناك مدن تتعامل بالتومان الإيراني في العراق، هذا واحد. المسألة الأخرى عندما نتكلم عن الابتزاز، عندما لا تكون هناك صواريخ باليستية لدى الحوثي، فأنا أعتقد بأنه ليست هناك داعي لأن تقوم السعودية بشراء منظومات من صواريخ الباتريوت لإسقاط هذه الصواريخ التي تنطلق عليها من هذه الدول. إضافة إلى هذا بأن أمريكا في الواقع السوري عندما قالوا لها نريد منك البقاء في شمال شرق سوريا، قالت يجب على دول الخليج أن تدفع. هذا ابتزاز حقيقي. يعني نحن لا نتكلم بإطلاق الكلام على عاهلي، وإنما نتكلم بوقائع مادية موجودة. يعني نتكلم عن قيمة شراء أسلحة من أمريكا بمليارات الدولارات تصل إلى 200 و300 مليار من قبل دول الخليج لغرض الدفاع عن نفسها أمام التمدد الإيراني وأمام هذه الأدوات التي تستخدمها إيران للضغط على دول الخليج. هذا جميعه هذا ابتزاز، هذا عندما يستخدم. إضافة إلى هذا عندما نتكلم عن الميليشيات العراقية، إيران تريد أن تحافظ على محورها الإقليمي اللي هو العراق سوريا باتجاه لبنان، هذا يعتبر محور إيراني تريد أن تبقى تتمدد فيه إيران طوال الفترة المقبلة، لأنها يعني هذا يعتبر المحور الحيوي بالنسبة لإيران وتمددها في المنطقة، وتعتبر هذه العواصم ضمن الإمبراطورية الفارسية. وأعيدها مرة أخرى، عندما أطلقوا على مدينة المدائن في بغداد بأنه قالها عاصمة الإمبراطورية الفارسية بتصريحات لعدد من المسؤولين الإيرانيين. لذلك أنا أعتقد بأنه الحرب الاقتصادية قائمة على إيران، لا شك أن هناك حرب اقتصادية، وهذه الحرب الاقتصادية بدأت تؤتي كلها بإثارة الشارع أو الداخل الإيراني، ولكن الأمريكان يصرحون بأنهم لا يريدون تغيير. نحن نتكلم عن دولة عميقة، لا نتكلم عن دولة من دول العالم الثالث. يعني مهما كانت هذه العقوبات فإيران تحسب حساب لكثير من الأمور، وستقمع أي انتفاضة تخرج في الشارع الإيراني عندما تتجاوز حدودها، سيستخدم النظام القوة لقمع هذه المظاهرات. لن تكون إيران الدولة التي ستبتلع بمجرد أن تخرج هذه المظاهرات أو ستتنازل ديمقراطيا. أمريكا ليس لديها مشكلة مع الدكتاتوريات في المنطقة سواء كانت إيران أو غير إيران، أمريكا تريد مصالحها في هذه المنطقة. مصلحة أمريكا الآن بأن النفوذ
الإيراني في المنطقة يتقلص ويعود. حتى الملف النووي الإيراني لماذا رفضته أمريكا؟ رفضته أمريكا أو الإدارة الأمريكية الحالية لأنه تعتبره أسوأ اتفاق وقعت عليه الإدارة الأمريكية السابقة، لذلك تريد أن تعيده بما يتلائم مع المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك يريدون من إيران أن تقوم بهذا النفوذ الإيراني الذي انتشر في هذه الدول. يجب على إيران أن تسحب نفوذها من سوريا، ووزير الدفاع كان موجود وقال لن ننسحب من سوريا في هذه الفترة. في العراق يتواجد لهم نفوذ سواء كانوا بوجود مباشر أو من خلال أدواتهم اللي موجودة. في اليمن هناك نفوذ إيراني، وفي في 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 لبنان هناك نفوذ إيراني. إذن نحن نتكلم عن تمدد موجود في المنطقة. تحاول أمريكا الآن بعد أن سمحت له بهذا التمدد، تحاول الآن أن تقلص هذا النفوذ على حساب مصالحها في المنطقة وحساب إسرائيل. أستاذ عبد القادر النايل، أين المصلحة العراقية من كل ما يجري؟ العراق هو خسران بالتأكيد من كل ما يجري، لأن هؤلاء الأطراف السياسية التي تحكم العراق حاليا حولوه إلى ساحة صراعات على المستوى القريب والمتوسط، صراعات دولية وإقليمية. والقضية الأكبر أنها ليست صراعا واحدا، إنما متعددة الصراعات. ونحن نشهد أن هناك حراكا لبعض المنظمات الإرهابية كحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، نشهد تواجد الإيراني، نشهد اليوم حلف الناتو والنيتو يدخل العراق بجنود كبيرة وبقواعد كثيرة، ويعلن على أنه يريد بناء جيش وتدريبات جديدة في العراق، وبالتالي هو يستلم ملف التدريبات. تواجد أمريكي كثير في المنطقة، لا زال هناك قواعد أمريكية، بالتالي تواجد روسي، نتكلم عن حلف موجود في النظام السياسي الموجود في بغداد، و بشار الأسد وروسيا وإيران من جهة، وما يسمى الحلف الرباعي. نشهد تواجد أمريكي كثيف تماما، نشهد تواجد لميليشيات داخل العمل السياسي. فبالتالي الشعب العراقي سيعاني، لأن هناك حقيقة معاناة كثيرة. لكن دعني أقول لك أن التحليل الطوباوي الذي ربما حقيقة كثيرا ما سمعناه من ضيفك الأحوازي حقيقة لا يمت إلى الواقعية بصلة، لأننا عندما نقرأ الساحة لابد أن نفهم أيضا لعقول الناس لماذا جاء الوزير الدفاع الإيراني عبر طائرته من إيران إلى حلب ولم يلتقي به ولم يستقبله إلا الضباط الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني، ولم يستطع لا نظام بشار ولا أي واحد الدخول إلى قاعدة حلب التي هي مقفلة للنظام الإيراني. فأين التقهقر الذي نتكلم عنه في سوريا؟ وأين التقهقر الموجود في العراق؟ وبالتالي إذا كان التعويل على أن الاختصاص سيسقط إيران، هذا وهم كبير لابد أن نغادره، لأن الداخل لا يمكن أن ننسى مظاهرات الأحواز والتضحيات الحقيقية، ولا سيما المظاهرات الأخيرة. اعتقلت نساء وقتل متظاهرون، لم تحرك يا سيد العزيز وسائل إعلام مهمة هذه التظاهرات وتغطيها بالشكل اللائق، إنما حقيقة أهملتها بطريقة واضحة. ونتكلم عن قنوات عربية مهمة كانت المفروض أن تتبنى هذه القضية، وهي تدعي أنها تقاتل في اليمن وفي مناطق أخرى ضد الحوثي وضد النشاط الإيراني. المجاملات حقيقة اليوم هي التي قتلت الشعوب كثيرا، وبالتالي الكلام المنمق من أجل أن يرضى فلان أو ترضى الجهة الفلانية هو التي حقيقة أبعد، لأنه اليوم نحن لا نملك سوى كلمة الفكر التي يمكن أن يبني عليها عوام الشعب والشعوب في المنطقة حقيقة الصراع. لابد أن نفهم أن هناك ثالوثا مهما ما بين إيران وما بين إسرائيل وما بين أمريكا يستهدف المنطقة تحديدا، وبالتالي يريد اقتلاع جذورها من الأساس. وبالتالي النظام الإيراني نجح في امتصاص العقوبات الاقتصادية التي كانت أيضا شديدة قبيل الاتفاق النووي بطريقة واضحة تماما، وكان هناك تظاهرات وكان هناك غلاء وكان هناك مجاعة حقيقية في الشارع الإيراني، لكن استطاعت إيران أن تمتصها. أمريكا تريد فقط من إيران أن تعود من قضية إيران الثورة إلى إيران الدولة، يعني إيران أن تكون متقوقعة على دولتها، تتفاهم كما تتفاهم مع الأوروبيين في المنطقة، بسبب حقيقة المصالح المتنازع عليها، وبسبب أنهم أيضا يريدون أن يعطون بعض الجزرة للمنطقة التي اشتعلت بالحروب الطائفية. شكرا لك إيران. على هذا الأساس حقيقة تبدأ ملامح الصراع الموجودة، وبالتالي الصراع حقيقي ما بين المعسكر الغربي بقيادة أمريكا وإسرائيل وما بين إيران. في دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف أستاذ حاتم الفلاحي، يعني مرحلة ما بعد تنظيم الدولة كيف تنظر إليها ونحن نشهد توترات أيضا قوية وصراعات بين الميليشيات داخل العراق في ضوء هذه الأجواء تجهيزها بصواريخ باليستية؟ نعم أكيد، يعني بعد أن تم
السيطرة على المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة من قبل الحكومة في بغداد، أنا أعتقد بأن الميليشيات بدأت الإشكالات الداخلية تطفي إلى السطح مرة أخرى. التنظيم لم ينتهي حقيقة، يتواجد التنظيم الآن في عدد من مناطق، هناك مثلث ما بين كركوك وما بين ديالى وما بين محافظة صلاح الدين يتواجد فيه تنظيم بشكل كبير جدا، وهناك المثلث ما بين كركوك والشرقاط باتجاه محافظة نينوى أيضا يتواجد التنظيم، وهناك مثلث آخر يتواجد ما بين نينوى والثرثار باتجاه القائم، وهناك المثلث الذي يكون باتجاه حوران، وهذه المناطق أيضا يتواجد فيها التنظيم. إذن التنظيم لا زال موجود في هذه المناطق، لم يتم القضاء عليه بشكل مبرم، وإنما تم إخراجه من المدن واحتفظ ببعض القوة ويقوم ببعض العمليات الآن حقيقة في هذه المناطق. بالنسبة للميليشيات، الميليشيات التي دخلت إلى المناطق سيطرت عليها لم يتم خروجها لحد هذه اللحظة، حتى الأمر الذي أصدره المهندس قبل فترة تم إلغاه من قبل رئيس الوزراء على اعتبار أنه تم إصدار الأمر للقوات بالحركة بدون علم القائد العام للقوات المسلحة وبدون علم رئيس هيئة الحشد الشعبي. يبدو بأن الحكومة انتبهت أخيرا بأنه رئيس هيئة الحشد الشعبي اللي هو فالح الفياض كان يجب عليه إما أن يستقيل من منصبه وإما أن يدخل في العمل السياسي، فتنبهت مؤخرا إلى ذلك وتمت إقالته من منصبه سواء مستشار الأمن القومي أو سواء في منصبه لهيئة الحشد الشعبي. هناك إشكالات ما بين فرقة العباس القتالية وما بين قيادة الحشد أيضا. الحشد أصلا هو غير متفق سياسيا ولا عقائديا، وإنما هناك إشكالات كبيرة جدا حتى في المشروع السياسي لقسم من هذه الميليشيات. هناك ميليشيات مرجعيتها إيرانية، وهناك ميليشيات مرجعيتها عراقية، وهناك مرجعيات بسيطة مثلا للصدر أو للشيرازي أو للحائري واليعقوبي وما إلى ذلك. أستاذ حاتم، يعني مختصر، يعني في ظل هذه الأجواء المشحونة، يعني هل نحن مقبلون كما تحدث الأستاذ محمد المدحجي على حرب على الساحة العراقية في ظل كل هذه الأجواء والصراعات داخل العراق؟ نعم، إذا كانت الحرب على الساحة العراقية فهذا يعني بأنه إيران تريد أن تخوضها لهذا الحرب، ولكن لا تخوضها على أراضيها، وإنما تخوضها على أراضي العراق، على أراضي سوريا وعلى أراضي أخرى، وهذا هو جزء من الخطة الدفاعية الإيرانية في المنطقة. أما إذا بالنسبة للعراق فأنا أعتقد بأن العراق هو أصلا غير مستقر، هناك انتفاضات في مناطق الجنوب ترفض الوجود الإيراني بشكل كبير جدا، وهناك انتفاضة حتى على الميليشيات وقادة الميليشيات بأن هناك فساد ويجب إخراجهم على الأحزاب السياسية في العراق. أنا أعتقد بأنه هذه الانتخابات حتى في حال تشكيل الحكومة ستكون هناك إشكالات كبيرة جدا على من قبل قادة هذه الميليشيات الذين انقسموا ما بين كتلة سائرون وما بين الكتل الأخرى التي يتزعمها هادي العامري وقيس الخزعلي وما إلى ذلك. فلذلك أنا أعتقد بأنه المشهد العراقي سيكون ساخن جدا في الفترة المقبلة، خصوصا مع التقاطعات الأمريكية الإيرانية في المنطقة وفي العراق خاصة. شكرا لك ضيفي في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. شكرا لك دكتور. وشكرا لضيوفي الكرام عبر سكايب السيد عبد القادر النايل الباحث السياسي، نشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد القادر، ونشكرك ايضا شكرا جزيلا من لندن السيد محمد المدحجي المتخصص في الشان الايراني، شكرا جزيلا لك استاذ محمد. تقبلوا مني مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه اطيب تحيه وفي امان الله.